مريم أمجون، وي تبارك الله على مريم أمجون. شت بزاف تاع لي فيديو عليها، وصراحه تبارك الله عليها على سا فاسون ديكسبريمي اون عرب، زعما راه خصها تجي دير لي انا الدروس شويه في العربيه حتى هي. وراه ليكيب ديالنا راهم تيحاولوا انهم جو كي سون ديجا اون كونتاكت معاها باش تكون هي مساهمه في المشروع نتاع المكتبه المغربيه، حيت هي لو ميساج ديالها هو القراءه، حب القراءه. وهذه جيستيم انها سي اون انيسياتيف اللي يمكننا نستافدوا من ليكزومبل نتاع